السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة جميلة جدا بتعمل الشيتات من ملف اكسل. يعني ممكن عندي ملف اكسل فيه أسامي الشيتات، هو يروح واخدهم كلهم ويبدأ يعمل لهم كرييت في قلب الريفت. طبعا ده يوفر وقت كتير جدا. يعني خلينا نتفرج على الأداة. انت اللي هتعمله انك سيلكت البلوك وتختار ملف الاكسل بالشكل دوت، تبدأ تختار التايتل بلوك، وبعد كده هنختار الملف الاكسل دوت. هو اوتوماتيك ملف الاكسل دوت فيه الاسامي الشتات، تقدر طبعا تكتب اسامي الشتات زي ما انت عايز، هو يبدأ يكريت. وبعد كده تسحب بقى الفيوهات تحطها في قلب الشتات.